النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة لجميع المحامين، حاجة اللي هي اسمها الدعوة التأديبية. دعوة ايه؟ التأديبية اللي هو جزء من اختصاص محاكم مجلس الدولة، زي ما قلنا قبل كده ان في محاكم القضاء الإداري وفي المحاكم الإدارية وفي المحكمة الإدارية العليا. الجزء الرابع من تشكيل القسم القضائي في مجلس الدولة المحاكم ايه؟ المحاكم التأديبية. كلكم كأساتذة وكمحامين لازم هتتعرضوا للموضوع ده. هيجي لك موظف ما أحيل للتحقيق، ارتكب خطأ وظيفي، أحيل على إثره للتحقيق. بعد التحقيق طبعا لازم يتحل فين؟ للمحكمة التأديبية للتأديب. عشان كده عملية التحقيق ثم الإحالة للتأديب بتسمى كلها على بعضها كده المحاكمة التأديبية. هتلاقي كتير عدد من الموظفين ارتكب خطأ وحل التحقيق وحل المحكمة التأديبية، عايز يستعين بحضرتك عشان تقف معاه في ايه؟ في القضية بتاعه. اذا من ضمن مكونات شغلي كمحامي زي ما حد بيجي يطلب قضية في القضاء الإداري، إلغاء قرار إداري، بيطلب قضية وظيفية، حقوق، تسويات، بدلات، ضم مدة خدمة، ده الجزء اللي في القضاء الإداري. بيجي برضو جزء من العمل إنه هو بيستعين بك كمحامي لإلغاء القرارات التأديبية الصادرة بحقه. فمهم جدا بقى لي أنا كمحامي إن أنا إيه؟ ان انا ابقى عارف عملية التأديب ايه، مكونات عملية التأديب ايه، ايه هي الثغرات اللي انا اقدر استعين بها لمساعدة من يستعين بي. طبعا بتبقى في ثغرات في القانون، بتبقى في ثغرات في عملية التحقيق ذاتها، بيبقى في ثغرات في تشكيل هيئة التحقيق، بيبقى في ثغرات في قرار الإحالة للتحقيق صدر من مختص ولا غير مختص، بيبقى في ثغرات في عملية المحاكمة نفسها وتشكيل عملية تشكيل المحكمة أو تشكيل مجلس التأديب. لازم أعرف يعني إيه مجلس تأديب ويعني إيه محكمة تأديبية. كل العملية التأديبية دي لحد كمان ما يطلع الحكم التأديبي إزاي أطعن على هذا الحكم التأديبي. يعني لو طلع حكم ضد موكلك هتطعن عليه ازاي؟ واطعن عليه فين؟ وايه هي اسباب الطعن اللي انا بطعن عليه؟ اذن عملية المحاكمة التأديبية عملية مهمة جدا جدا لأي شخص يعمل في المحاماة. لازم ناخد بالنا اني ضروري ان انا ادرس جانب التأديب ده. جانب التأديب الأساس القانوني بتاعه إيه؟ الأساس القانوني بتاعه إن قانون مجلس الدولة 47 لسنة 72 تناول من ضمن تشكيل مجلس الدولة في المادة الرابعة منه المحاكم التأديبية. يعني لو فتحنا المادة الرابعة من القانون 47 لسنة 72 بيقول إيه؟ بيقول تشكيل، بيقول تشكيل مجلس الدولة يؤلف القسم القضائي من ايه؟ المحكمة الإدارية العليا، وبعدين محكمة القضاء الإداري، وبعدين المحاكم الإدارية، رقم أربعة الايه؟ المحاكم التأديبية. يبقى ده الأساس القانوني، وبعدين رقم خمسة هيئة مفوضي الدولة. يبقى ده من ضمن التشكيلات الأساسية في مجلس الدولة طبقا للقانون. المجلس نفسه في المادة 3 مش المادة 4 اللي هي بتحدد تشكيلات مجلس الدولة. يبقى دي من ضمنها المحاكم التأديبية.
بعد كده جه في مادة تاني وحدد اختصاص المحاكم في مجلس الدولة، وقال من ضمن اختصاصاتها اختصاص المحاكم التأديبية. المحاكم التأديبية دي عبارة عن ايه؟ في المادة 7 تتكون المحاكم التأديبية، عشان نبقى عارفينها، تتكون المحاكم التأديبية من شقين او من نوعين من المحاكم: المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم. يعني ايه مستوى الإدارة العليا؟ عارفين يعني ايه؟ مستوى الإدارة العليا اللي هي درجة وكيل وزارة ووكيل أول وزارة أو رئيس إدارة مركزية أو رئيس إدارة مركزية، وبعد كده يضاف إليهم كمان درجة مدير عام إذا كان مدير عام إيه؟ قيادي أو مدير عام تخصصي اللي هو بيسميه كبير، درجة إيه؟ درجة كبير. دي مستوى الإدارة العليا. يبقى المشرع لما حب يصنف اللي احنا بقى بنقول عليه ايه هنا؟ الاختصاص اللي ايه؟ فاكرين اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده؟ الاختصاص النوعي. الاختصاص ايه؟ النوعي. ان زي ما قلنا في محاكم ادارية وفي محاكم قضاء اداري، ده اسمه اختصاص نوعي للمحاكم. هل القضية دي من اختصاص محكمة القضاء الاداري ام من اختصاص المحكمة الادارية؟ ايضا في اختصاص نوعي في مجال التأديب، ان انا بعرف هل المحكمة دي أو المختص بمحاكمة هذا الشخص محكمة تأديبية من مستوى الإدارة العليا ولا المحكمة التأديبية من مستوى الإدارة الدنيا؟ الإدارة الدنيا اللي هي إيه؟ اللي هي المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادله. يعني إيه بقى؟ يعني درجة أولى، درجة ثانية، درجة ثالثة، أو ما يعادلهم في الجهات الأخرى. يبقى أنا عرفت كده كمحامي لما يجين واحد لازم أسأله الأول عن إيه؟ أسأله عن درجته الوظيفية. لو هو مدير عام ينفع أرفع الطعن بتاعه قدام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة الدنيا؟ لا، يبقى أروح على طول على مستوى الإدارة العليا، لأن تفرق كتير. ليه؟ لأن لو رفعتها بالخطأ هتعمل إيه؟ هتدن المحكمة تشتغل فيها وتدي لك عدم اختصاص. بأرض أنت برضو ضيعت وقتك وجهدك في الإيه؟ في عملية ان انت مش عارف اختصاص المحكمة. ده ركن الاختصاص اللي انا ركزت لكم عليه قبل كده، مهم جدا جدا جدا. تمام؟ ادي الاساس القانوني للمحاكم التأديبية. يبقى في تشكيل المجلس المادة 3، في المادة 7 في تحديد اختصاص المحاكم التأديبية. بعد كده بنيجي لاختصاص المحاكم، من ضمنها اللي هي اختصاص المحاكم اللي هي الدعاوى التأديبية، اللي هي المادة 10 لما قالت تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها. دون ايه؟ غيرها. وراحت جابت في بند عاشرا اللي هي ايه؟ المنازعات، او لا، بند 12 الدعاوى التأديبية. الدعاوى ايه؟ وخلي بالك كلمة دون غيرها يعني ايه هنا؟ يعني ما ينفعش اروح ارفع طعن على على دعوة تأديبية او على قرار تأديبي امام محكمة القضاء الاداري. ودي معلش بعض الجمل المحامين بيخطأوا فيها كتير. يبقى القرار قرار تأديبي، تمام، ويروح رفع الدعوة فين؟ في محكمة القضاء الاداري، ويقول لك اطلب القرار رقم كذا فيما تضمنه من مجازات السيد فلان الفلاني مثلا بالخصم من الراتب او بعقوبه كذا او بعقوبه كذا. لازم هنا في الحاله دي محكمه القضاء الاداري هتقول ايه؟ هتقول حكمت المحكمه بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوه. ليه؟ لان ده طعن تاديبي، وبالتالي يبقى المختصه به مين؟ المحكمه التاديبيه. دي نقطه مهمه جدا لازم نعرفها ومن اساسيات العمل بتاعنا. إذن الدعوة التأديبية غير الدعوة الإدارية، أو المنازعة التأديبية غير المنازعة الإيه؟ الإدارية. أنت كمحامي ولا كمحامية لازم تبقى عارف الفرق بين المنازعة الإدارية وبين المنازعة التأديبية. الإدارية الاثنين بيختص بيهم مجلس الدولة، بس المنازعة الإدارية إيه؟ اللي هي الطعون على القرارات الإدارية إذا كانت دعوة إلغاء
وبطلب إلغائها أو الطعون أو الدعاوى أو الطلبات التي ترفع للمحكمة إذا كانت منازعات حقوقية، يعني واحد بيطالب بأموال، بيطالب بفلوس، بيطالب ببدلات، بيطالب بعلاوات، دي اسمها منازعة إيه؟ وظيفية حقوقية، أو دعوة عقدية في منازعة في عقد أو الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد بسميها دعوة إدارية، عشان لازم أنا كمحامي أضع النقاط على الحروف وبعارف لما حد يكلمني أو أنا أتكلم أقول يعني إيه، ما أقولش دعوة إدارية وخلاص. بعد ناس كتير يقول لك على الدعوة إيه دعوة إدارية رغم أنها تكون دعوة تأديبية، لازم تبقى عارف إمتى أقول دعوة إدارية وإمتى أقول دعوة تأديبية، وإمتى تكون القرار قرار تأديبي وإمتى ما يكونش قرار تأديبي. إزاي الكلام ده؟ يعني هل ممكن قرار يطلع من سلطة إدارية زي ما اتفقنا قبل كده وقلنا القرار الإداري هو إيه؟ إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان البعث عليه المصلحة العامة. ده هو القرار الإداري. القرار الإداري الأركان بتاعته اللي احنا اتكلمنا فيها، ركن الاختصاص، ركن المحل، ركن السبب، ركن الغاية، وخدنا العيوب بتاعته اللي هو برضو عيب الإيه؟ عيب الاختصاص وعيب السبب وعيب الغاية وعيب الانحراف بالسلطة. دول اللي هم مختصين أو عيوب القرار الإداري اللي أنا بطعن أو إن أنا بنسميها أوجه إلغاء القرار أو الطعن بالإلغاء على القرار الإداري. طب هل القرار التأديبي ده قرار إداري؟ هل القرار التأديبي ده قرار إداري؟ هو في حقيقته قرار إداري، بس قرار إداري يختلف عن القرار الإداري اللي بيبقى محل لدعوة الإلغاء. يعني هو القرار التأديبي ما هو قرار يطلع قررنا مجازاة فلان الفلاني بالخصم من الراتب لمدة كذا، هو قرار ولا مش قرار؟ قرار إفصاح عن إرادة برضو، ولكن هذا القرار التأديبي يفرقوا إيه عن القرار الإداري؟ لازم دي نقطة أساسية مهمة جدا، ودي اللي بتخليك تفرق كأستاذ وكمحامي إن أنا أرفع الدعوة فين؟ أرفعها قدام المحكمة التأديبية ولا أرفعها قدام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية؟ تعرفها إزاي؟ طب ما أنا لما يطلع قرار تأديبي دلوقتي بمجازاة شخص وقال لك أنا عايز ألغي القرار ده، ما تروحش أنت كده على طول من الباب للطاقة تقول دي دعوة إلغاء وهرفع قدام القضاء الإداري، لا، أعرف إن القرار صدر بمناسبة إيه. يبقى نقطة أساسية لازم تعرفها، ما هو الفرق بين القرار التأديبي والقرار الإداري؟ حد يقدر يقول لي؟ حد يقدر يفرق بين القرار التأديبي والقرار الإداري؟ رغم إن الاتنين طالعين من سلطة إدارية، طالعين من سلطة لها سلطة إصدار القرار. القرار الإداري زي ما قلنا كده إفصاح جهة الإدارة، لا يشترط أن يمر بمراحل معينة، وقد يمر بمراحل معينة، إنما طبيعته ما فيهاش جانب التأديب. من الآخر لازم أفهم إن القرار التأديبي هو القرار الذي يكون نتيجة إجراءات تأديبية اتخذت مع الموظف. يعني إيه إجراءات تأديبية؟ يعني لازم الموظف يحال للتحقيق. دي نقطة مهمة جدا، يعني ياخد القرار أو ياخد قرار الجزا بعد إيه؟ بعد عملية تحقيق. إن ما كانش، لكن لما يطلع مثلا قرار من السلطة المختصة ينقل فلان الفلاني من عمل لجهة كذا، ده قرار إيه؟ قرار إداري، رغم إنه يتضمن جزا، ما هو النقل ده أحيانا يبقى جزا نتيجة لأمور معينة، ممكن يبقى جزا ينقل، أو قرار خاص من المراد، خاص يخصم من فلان الفلاني كذا. هل أقدر أقول على القرار ده قرار تأديبي؟ ولا لما يكون قرار خاص من المرتب؟ ولا قرار جزا نقل ولا غيره؟ أطعن عليه فين؟ أطعن عليه إذا مر بإجراءات تأديبية. تفضل سعادة الرئيس. طبعا بنرحب بأستاذنا وأخونا معالي النقيب حسين بيه الجمال، الله يبارك فيه. فإحنا بنتكلم سعادتك عن الدعوة التأديبية.
الدعوة التأديبية والفرق بين القرار الإداري والقرار التأديبي. يعني لما حسين بيه طلع قرار نقل مثلا لموظف عنده دلوقتي ينقله من مكان لمكان وعايز يطعن عليه، ده قرار إداري ولا قرار تأديبي؟ ده قرار إداري، يطعن عليه قدام محكمة القضاء الإداري. لكن لو أحاله للتحقيق والتحقيق حقق معاه سين وجيم سين وجيم سين وجيم وانتهى التحقيق إلى إيه؟ إلى مجازات هذا الشخص بعقوبة تأديبية معينة. هنا بقى القرار ده بيطلع برضه الأمين العام بيطلع قرار يحال أو معاقبة فلان الفلان، يقول لك إيه؟ وبعد الاطلاع على نتيجة التحقيق. اتفضل. تمام، هنتكلم فيها. يبقى النقطة الأولانية اللي لازم أفهمها كأستاذ وكمحامي إن أنا عشان بس أفرق بين القرار التأديبي وأطعن عليه في المحكمة التأديبية والقرار الإداري وأطعن عليه في محكمة القضاء الإداري، إن القرار التأديبي بيكون إيه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة تحقيق. مين اللي بيتكلم واحد؟ ماشي. بيتكلم مع حضرتك. ان القرار التأديبي بيبقى نتيجة ايه؟ وليد عملية تحقيق. يعني لازم يطلع قرار احالة للتحقيق الاول، ثم التحقيق يوصي بايه؟ بجزء معين او باحالته المحكمة التأديبية. يبقى ده بقى اللي انا بقول عليه ايه؟ قرار تأديبي. وبالتالي واحد خد جزء بعد نتيجة تحقيق وجاني كمحامي عايز ارفع له دعوة عشان الغيره هذا الجزء، يبقى لازم افهمها ان انا مكاني فين؟ ها؟ في المحكمة التأديبية، في المحكمة التأديبية وليس محكمة القضاء الإداري. أما إذا كان القرار وليد اختصاص الجهة الإدارية أو إفصاع عن جهة الإدارة أو الرئيس الإداري المختص وطلع قرار نقل، طلع قرار خصم المرتب، طلع قرار حرمانه من كذا، ده كله ده طالما ما مرش بعملية تحقيق ولا أحالة للتحقيق ده يعتبر إيه؟ يعتبر قرار إداري وطعن عليه في محكمة القضاء الإداري حسب درجة الموظف بقى. إذا كان موظف درجة تانية فما فوق بطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري. إذا كان درجة تالتة وتحت بطعن عليه قدام المحكمة الإدارية. زميلكم بيسأل سؤال بتقول إيه فيه؟ السؤال لو من داخل عملية التحقيق بقى هخش مين المختص بالتحقيق؟ ودي الثغرة اللي انت بتنفذ منها كمحامي. يعني لما يجي مثلا قانون النيابة الإدارية وبرضه معاه قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وحط لي نصين، ده حط النص وده حط نفس النص، قال لك التحقيق مع اولا التحقيق في المخالفات المالية ده من اختصاص النيابة الإدارية وحدها دون غيرها. ما هو انت برضو لازم كمحامي، ده بقول لك انا عدة الشغل بتاعتك تجمع القضية تبقى عارف زي بيقولوا كده مناط النزاع ايه وايه النصوص اللي انا محتاجها وايه القوانين اللي انا محتاجها. عندي في ضوابط او عملية التحقيق نفسها حاجتين اساسيتين ودول بيبطلوا القرار على طول. لو مخالفة مالية ما يتمش التحقيق فيها بشروط قانونية أبدا. يبقى أنت تهب الجهة الإدارية مسكت موظف مرتشي لمخالفة إيه؟ مخالفة مالية، وراح محوله لشروط قانونية وشروط قانونية حققت معاه وأوصت إنه يحل المحكمة التأديبية والسلطة المختصة وافقت على إحالته المحكمة التأديبية والمحكمة اشتغلت فيه على طول. أنت كمحامي بقى شاطر تفهم إن الحتة دي مخالفة مالية وما كان ينبغي أن يحل التحقيق أمام الشؤون القانونية، لأن القانون نفسه أو قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الخدمة المدنية قال لك إن النيابة الإدارية تختص وحدها بالمخالفات الإيه؟ بالتحقيق في المخالفات المالية. يبقى أنت كده أبطلت القرار وكده القرار إيه؟ يبقى أنت كسبت القضية كده. تمام؟ دي واحدة. إيه تاني اللي لازم في النيابة الإدارية؟ التحقيق مع درجة مدير عام فما فوق. مدير عام فما فوق، ما ينفعش مدير عام في وزارة ولا في هيئة ما ينفعش التحقيق معه بمعرفة الشؤون القانونية في الجهة أو الهيئة. ليه؟ برضو القانون حماية لهذا الموظف ونظرا لدرجته الوظيفية العالية بيبقى مدير عام فما فوق، مدير عام وكيل وزارة رئيس إدارة مركزية
ما ينفعش احقق معاه في الايه؟ في الشؤون القانونيه، حتى ولو هناك في الشؤون القانونيه من هو اقدم منه في درجاته الوظيفيه. لان من شروط التحقيق في ضمانات التحقيق ان لازم المحقق يكون اعلى درجه من المحقق معه. تمام؟ يعني لو داخل التحقيق في الشؤون القانونيه ما ينفعش اخلي محقق بدرجه مدير اداره او بدرجه محامي يحقق مع موظف مدير عام. لازم اللي حقق معاه يكون ايه؟ يكون اعلى درجه من المحقق معه. ده دي من اساسيات التحقيق اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. الشاهد ان دلوقتي التحقيق مع مدير عام لازم يكون بمعرفه ايه؟ النيابه الاداريه، وبالتالي ده اتحقق معاه في الشؤون القانونيه خلاص يبقى التحقيق كده بطل. تاني حاجه المخالفات الماليه ما فيهاش كلام، انما لو مخالفه اداريه ممكن يتم التحقيق فيها مع مين؟ ممكن يتم التحقيق فيها بس بشرط برضه ما يكونش مدير عام. يعني لو مدير عام وارتكب مخالفه اداريه التحقيق معاه يبقى فين؟ يبقى في النيابه الاداريه، حتى لو مخالفه اداريه طالما انه مدير عام. لو غير كده يبقى التحقيق باطل. تمام؟ انت بتسال بقى بتقول ايه؟ امتى يحال الشؤون للنيابه الاداريه وامتى يحال للشؤون القانونيه؟ يبقى ما عدا مدير عام وما عدا المخالفه الماليه يجوز، خلي بالك، التحقيق معاه في الجهه الاداريه في الشؤون القانونيه. بمعنى ايه يجوز؟ يعني لو واحد درجه اولى ومعهوش مدير عام وتحقق معاه في الشؤون القانونيه يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. طيب هل يجوز احالته للنيابه الاداريه؟ يجوز احالته للنيابه الاداريه. ليه؟ مش معناه كده، لان النيابه الاداريه تعتبر بحكم اختصاصها وبحكم قانون النيابه الاداريه والمحاكمات التاديبيه هي اساسا السلطه الاساسيه او صاحبه الاختصاص الاصيل بالتحقيق سواء في مخالفه ماليه او في مخالفه ايه؟ او في مخالفه اداريه، لان شغلها او المشرع انشاها وجبنا قانون النيابه الاداريه كده تختص بالتحقيق في المخالفات الماليه والاداريه التي تحدث من موظفي الدوله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كسلطه مختصه وعندي موظف ان شاء الله درجه ثالثه وعندي الشؤون القانونيه موجوده، املك ان انا حلو النيابه الاداريه ولا ما املكش؟ املك ان انا حلو النيابه الاداريه. يعني انا او السلطه المختصه في هذه الحاله في الخيار بين ان تحلوا للتحقيق بمعرفه الشؤون القانونيه او تحلوا للتحقيق بايه؟ بمعرفه النيابه الاداريه. ليه؟ لان النيابه الاداريه بحكم اختصاصها الدستوري هي جهه قضائيه مستقله تختص بالتحقيق في المخالفات الماليه والاداريه. يفرق بينها وبين محقق الشؤون القانونيه انها ايه؟ انها جهه مستقله، وبالتالي ممكن السلطه المختصه يرى عدم احاله الموظف المخالف للشؤون القانونيه. ليه؟ ممكن يتم مجاملته، وممكن انت حتى احيانا واحد يطعن ويقول لك لا انا عايز التحقيق معايا فين؟ في النيابه الاداريه. احيانا معلش موظف الشؤون القانونيه او محامي الشؤون القانونيه المختص بالتحقيق ينقصه الاستقلاليه التامه. ينقصه ايه؟ هو برضه في الاول والاخر خاضع لمين؟ خاضع لرئيس الجهه الاداريه، وبالتالي ممكن الرئيس ايه؟ ممكن يوجهه او على الاقل يؤثر عليه ايه؟ تاثير ادبي، ما يبقاش حياد. انما لما حيلوا النيابه الاداريه دي اصلا جهه تحقيق مستقله وخارج الوزاره المعنيه او خارج الجهه المعنيه، وبالتالي مش هيبقى فيه ايه؟ لا شبهه مجامله ولا شبهه تعنت في هذه الحاله. من اجل ذلك قال لك ان يجوز للنيابه الاداريه انها تحقق في ايه؟ مع مختلف الدرجات الوظيفيه. لكن الاصل اللي احنا بقى ناكد عليه من كان في درجه مدير عام ومن كان في درجه ولما كانت المخالفه مخالفه ماليه يبقى لا يجوز للجهه الاداريه انها تحقق في الشؤون القانونيه، ولو حققت يبقى التحقيق باطل وما يترتب عليه فهو ايه؟ فهو باطل. فهمنا الحته دي مظبوط؟ طيب الناحيه الثانيه القانون قال لك ايه؟ قانون المحاكمات الاداريه والنيابه الاداريه والمحاكمات التاديبيه قال لك وعلى الجهه الاداريه إذا كانت قد شرعت في التحقيق أن توقف التحقيق وتحيله لفين؟ وتحيله للنيابة الإدارية. يعني إيه؟ لو الجهة الإدارية السلطة المختصة ما استوعبش حتة الاختصاص دي وراح أحاله فين؟
وراح حاله للنيابه، راح حاله مع الشؤون القانونيه، ثم تبين ان ده مدير عام، يبقى لازم في الحاله دي ايه يلغي التحقيق او يلغي القرار اللي احال التحقيق للشؤون القانونيه، ويتخذ القرار الصواب باحالته للنيابه الاداريه. والقانون قال لك اذا كان قد بدأ في التحقيق في الجهه الاداريه احيانا بيحصل ايه، تحصل مشكله معينه، اي مخالفات مثلا ولا حاجه، يقول لك حيل الموضوع للتحقيق، يروح محيله للشؤون القانونيه، وبعد كده يجي تبان انه لازم اختصاص نيابه اداريه، يبقى ما ينفعش تشتغل الشؤون القانونيه مع مين؟ مع النيابه الاداريه. يبقى اليوقف الثاني مين؟ احاله التحقيق للنيابه الاداريه. والشؤون القانونيه يعني ممكن يكون موظف درجه ثالثه ولا من اختصاص الشؤون القانونيه، والسلطه المختصه احالت الكلام ده للشؤون القانونيه تحقق فيه، ثم تبين انه من اختصاص النيابه الاداريه، يبقى كل الايه او ارتاحت السلطه المختصه انها تحيل الموضوع للنيابه الاداريه، يبقى ما يشتغلش الشؤون القانونيه فين؟ في التحقيق. نقدر نقول من الاخر ان السلطه الاساسيه او الاصيله المختصه بالتحقيق هي مين؟ واذا اجتمع تحقيق النيابه الاداريه مع تحقيق الشؤون القانونيه، مين اللي اشتغل؟ النيابه الاداريه. ليه؟ لعنصر الاستقلال، والعنصر انها في الغالب بتبقى اكثر خبره، لان هي هيئه منشاه اساسا شغلتها كلها التحقيقات. يعني اللي بيتعين في النيابه الاداريه او عضو النيابه الاداريه بيشتغل تحقيقات من ساعه ما يتعين لحد ما يطلع ايه؟ لحد ما يطلع معاش، فنقدر نقول هو خبير اساسي في التحقيقات، وبالتالي يبقى التحقيق ليه فعاليه، والتحقيق فعلا بياخد دوره، او بمعنى صح بياخد الخدمه او بياخد الكفاءه من بابها زي ما بيقول. فهمنا عمليه التحقيق دي؟ اذا كان القرار بقى التاديبي او قرار الجزاء طلع نتيجه عمليه التحقيق، فهو قرار ايه؟ فهو قرار تاديبي. تمام؟ يبقى ايه هي بقى مراحل المحاكمه التاديبيه؟ اول مرحله فيها مرحله التحقيق، مرحله يعني تبدا المحاكمه التاديبيه من عند قرار الاحاله للتحقيق. السلطه المختصه اكتشفت ان هناك مخالفه ما من موظف ما، احالته للتحقيق. من تاريخ الاحاله للتحقيق تبدا عمليه ايه؟ ما يسمى بعمليه المحاكمه التاديبيه. يعني ايه تفرق ايه دي؟ تفرق كتير. ان اولا بيترتب مركز قانوني جديد. يعني مثلا طبقا لقانون الخدمه المدنيه، مجرد احاله الموظف للتحقيق يمنع من الترقيه، ولو هيترقى توقف ترقيه، الا ان احنا نعرف عمليه ايه؟ عمليه التحقيق هترسى على فين؟ عشان كده مهم جدا هو احيل التحقيق امتى؟ يعني في احدى المرات موظف احيل التحقيق، عشان فرق يوم بين احالته للتحقيق واحالته بين احالته للتحقيق فرق يوم واحد، فطلعت القضيه براءه. ليه؟ لانه المحامي طعن وقال لك ساعه ما احيل التحقيق، احيل التحقيق ما كانش قرار، يعني قرار الجزاء اتخذ قبل ايه؟ قبل الاحاله للتحقيق، فاصبح قرار اداري وليس ايه؟ وليس قرار تاديبي في هذه الحاله. اذا تاريخ الاحاله للتحقيق هو المعول عليه من بدايه المحاكمه التاديبيه، ومن ان انا اوصف القرار اللي ناشئ عن العمليه دي هو قرار تاديبي ولا قرار اداري. في اخواننا بقول لكم ثغرات مهمه جدا لازم انت تطلع بقى، طبعا ممكن النص ما تلاقيش فيه الكلام ده، انما لازم تطلع على الاحكام القضائيه واحكام المحاكم التاديبيه وكتب الفقه. هنا المحامي لازم زي ما هكررها مليون مره، لابد في المحامي ان يكون ايه؟ فقيها. مش كفايه ان انت محامي وخلاص، وانا دايما بكر المحامي لابد ان يكون اكثر فقها من القاضي. ليه؟ لان انت كوكتيل، انت شغال كل حاجه، وانت مطالب منك ان انت زي ما قلت لكم قبل كده ان انت تقرع خصمك بالحجه، وتقرع كمان مين؟ المحكمه. امال هتطلع الموكل بتاعك بريء ازاي؟ طالما ان انت معاك الذخيره والخبره التراكميه بتاعتك دي، مش هتيجي من فراغ، تيجي من القراءه، وتيجي من الاطلاع على الاحكام، وتيجي من دراسه الاحكام وهكذا. يبقى دي عمليه الايه؟ لازم اعرف عمليه المحاكمه التاديبيه انها تبدا من الاحاله للتحقيق.
طيب ينفع محاكمة تأديبية بدون تحقيق؟ لا يجوز أبدا على الإطلاق طبقا لقانون الخدمة المدنية برضو قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لا يجوز مجازاة موظف أيا كان هذا الجدة إلا في استثناء واحد هنقوله دلوقتي إلا بعد سماع أقواله كتابة يعني إيه طب ممكن واحد بقى يروح يقول للموظف اللي عنده روح أنت مخصوم منك ثلاثة أيام جدة آه هي دي الاستثناء الوحيد إن الجدة الخصم من المرتب في حدود ثلاثة أيام من القانون ومش كمان كده وخلاص لا ده دايب بيبقى فيها التحقيق شفاهات يجوز فيها شفاهات يعني يجيب يقول له انت عملت ايه يقول له والله انا اخرت النهارده ما جيتش ولا مش عارف حصل ايه ولا زعل مع زميله في العمل يقول له مخصوم منك ثلاث ايام يبقى ولازم لما طلع قرار الجزاء يقول ايه وبعد سماع اقواله شفاهات يعني كمان كده ما يروحش مد الجزاء كده خلاص اعتباطا دون ايه دون يعني القانون لما استثنى ان الاساس في التحقيق في شروط عمليه التحقيق ان يكون التحقيق كتابه ويكون تحقيق مكتوب عشان اخد بيه طيب شفاهات الاستثناء الوحيد ويكتبه في القرار اللي هو الجزء في حدود 3 ايام لا يزيد عن ذلك ويكتب ان هو بعد سماع اقواله شفاهات ليه لان دي حقوق وضمانات للموظف ما هو الجدة ده أولا بيتحط في ملف خدمته ممكن يمنعه من الترقية ممكن يمنعه من علاوة تشجيعية ممكن يمنعه يعني ليه أثر على الحياة الوظيفية للموظف وأي شيء ليه أثر زي الجناية كده بالظبط ولذلك احنا دايما بنقول الايه ان المحاكمات التأديبية هي الوجه الآخر لايه للمحاكمات انت عندك المحاكمات اما ان تكون محاكمة جنائية واما ان تكون ايه محاكمة تأديبية جنائية امتى؟ دي من يرتكب جريمة بصفة عامة طبقا لقانون العقوبات واللي هي بتختص بها النيابة العامة على الوجه الآخر للموظف إذا كان هذا الشخص موظفا فيبقى في محاكمة تأديبية عشان كده بنقول الوظيفة ايه؟ تكليف ومسؤولية مسؤولية ليه؟ يعني الموظف ده يعني نقدر نقول إن الجريمة بتاعته جريمتين والذنب بتاعه ذنبين ليه؟ لأن بيتحاكم جنائيا ولا بد أن يحاكم إيه؟ أن يحاكم تأديبيا يبقى فعل واحد لو موظف مرتشي جنائيا أحيله الجنايات ويروح بقى حسين بيه ترفع عنه وتأديبيا ما ينفعش أسيبه لازم أحيله الإيه؟ للمحاكمة التأديبية بحيله للتحقيق وبعدين يطلع للإيه؟ للمحكمة التأديبية طيب هل في ارتباط بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية؟ سؤال برضو ها؟ يعني واحد يقول لك ايه طالما انت هتحاكمه جنائي يبقى فيها ايه يعني تحاكمه تأديبي وليه ادعى للمحكمة التأديبية؟ لا لأنه الموظف ده شخص يعني شخص ذو وجهين وجه انه شخص عادي بني آدم ارتكب جريمة والوجه الاخر انه شخص ايه موظف عام اولا احنا اتفقنا ان الموظف العام لابد ان يحاكم جنائيا من يرتكب جريمه يحاكم جنائيا وطالما حكم جنائيا ما ينفعش ابرئه او ما ينفعش ما حكموش تأديبيا يعني ال- 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 القانون والفقه والقضاء مستقر على ان الجريمه التأديبيه مستقلة عن الجريمة الجنائية مستقلة عن ايه الجريمة الجنائية بمعنى ممكن محكمة الجنايات تبرأ الموظف خلي بالك من الحتة دي مش معناته انه خد براءة جنائيا انه ايه ما حلوش للمحاكمة التأديبية ده انا لازم احيله ومش معناته انه خد براءة جنائيا انه ياخد براءة تأديبية لو خد براءة ليتحال تأديبية خلي بالكم في الحتة دي ولذلك بالنسبة للموظفين بالذات احيانا النيابه العامه بتعمل ايه او المحكمه الجنائيه بتعمل ايه بتقول لك ده راجل موظف وايه ورافه تنبيه نكتفي بمحاكمته تأديبيا يعني ايه يصرف بقول لك كده يصرف النظر عن الشق الجنائي ويحال لجهه عمله لاتخاذ اجراءاتها
في شان الايه الجريمه التاديبيه. يعني بمعنى صح عايزه تحاكمه تاديبيا كفايه، بس دي بتبقى في الحالات الايه اللي الجرم الجنائي يعني لا يصل لدرجه يعني درجه كبيره، او احيانا بيبقى واحد مختلس ويرد الفلوس اللي ايه اللي اختلسها. يعني واحد اختلس 10,000 ولا 20,000 ولا مليون ولا حاجه وجا رد الفلوس، بيقول لك حق الدوله رجع لها كناحيه ماديه، وبالتالي جنائيا ايه انا بصرف النظر عن المحاكمه الجنائيه مراعاه لظروفه او لظروف اسرته او 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 احيانا بيبقى وظيفته مثلا وظيفه كبيره. فايه مثلا لو واحد موظف كبير مثلا واضطر انه يتخانق مع حد، واحد اعتدى عليه في البيت مثلا واضطر انه ايه هو يهدده، ولا ارتكب جريمه جنائيه والنتيجه جت سليمه والبتاع ما فيش حد ميت ما فيش قتل ما فيش كذا ما فيش كذا، يقول لك ان دي خلاف ايه خلاف في العمل، وان كان يشكل جريمه الا احنا بنصرف النظر عنها اكتفاء بايه بمحاكمته التاديبيه. احيانا الموظف ذو درجه عاليه ويعني ليه حيثيه معينه في الوظيفه برضه ده بيبقى ليه اعتبار. احيانا الموظف بيكون ارتكب الفعل لاول مره فمش على طول الجنائي يروح ايه يروح خبط حكم حبس، بيراعي ظروف انه ده اول مره، وقد يعني حسب ظروف الجريمه وقد تكون الايه الظروف اللي ارتكب فيها الجريمه يعني ظروف خاصه به ولا كده ولا كده. المهم يقول لك كفايه محاكمته ايه تاديبيا. انما السؤال هل لو بر جنائيا يبرى تاديبيا؟ بمعنى تاني هل الحكم الجنائي يكتسب حجيه امام القضاء التاديبي؟ مش لا لا ما اقولش لا لا على طول، عود نفسك كمحامي وانا قلتها لكم قبل كده، مش بمجرد ما واحد يقول لك هل كذا تقول له لا يجوز، ما ينفعش. فاكرين الكلام ده انا قلته لكم ولا لا؟ لازم تدي لنفسك فرصه ان انت تدرس ايه؟ تدرس السؤال. ما ايه ما اقولش لا لا يجوز، يجوز ازاي؟ انا دلوقتي بقول القانون بيقول لك ان في حجيه حاجه اسمها حجيه الحكم الجنائي امام الحكم التاديبي. بمعنى كل الوقائع التي اثبتها الحكم الجنائي هي ملزمه للقاضي التاديبي، ملزمه للقاضي ايه؟ يعني لما يجي الحكم الجنائي يثبت ان الشخص ارتكب الواقع وتوافرت اركان الجريمه الجنائيه. انا لا يجوز لي كقاضي تاديبي ان انا اناقش وقوع الفعل من عدمه. ليه؟ لا مش بقى ده هو بقى واقع، وفي نفس الوقت اللي اثبت وقوع الفعل هو المختص الاصيل بوقوع الجريمه من عدمها، لان النيابه العامه حققت هي صاحبه الاختصاص الاصيل في المحاكمه الجنائيه. فما اجيش انا كقاضي اداري او كقاضي تاديبي اناقش الحكم واقول لك لا ده الايه؟ الفعل لم يثبت، لان اللي يقول يثبت او لم يثبت مين؟ صاحب الاختصاص الاصيل هي النيابه العامه في الحاله دي. فاذا كان في الوقائع ماشي، لكن قال لك حاجه بقى، لو النيابه العامه برئته لايه؟ لعدم توافر اركان الجريمه. قال صار يعني طلعت امر بحفظ الايه؟ بحفظ امر اللواجه لاقامه الدعوه. لاقامه الدعوه ليه؟ لعدم توافر اركان الجريمه. من الناحيه الجنائيه هل يجوز لي انا بقى كقاضي تاديبي ان انا اناقش دي؟ اناقشها دي. ليه؟ لان احنا دايما بنقول الموظف ده وضعه حساس. وما قد يكون جريمه جنائيه او ما لا يشكل جريمه جنائيه قد يشكل جريمه تاديبيه. يعني لو موظف مثلا ضبط ومعاه حته مخدرات مثلا، وبعد كده جه المحامي الشاطر اثبت انه ايه التفتيش كان باطل، خد براءه، هل هذه البراءه تلزمني انا كقاضي تاديبي؟ لا. انا هنا بقى ايه لما اقرا الملف هشوف ان ايه ان الراجل ده راح قعد في المكان الفلاني وكان معاه قطعه حشيش وكذا، يعني نقدر نقول موضوع الواقع حصل ولكنه برئ لخطا في الاجراءات. لخطا، هل الخطا في الاجراءات او هل هنا تحقيق النيابه او حكم المحكمه الجنائيه بالبراءه يوقف التاديب هنا؟ لا. حجه على القاضي التاديبي؟ لا. انا ادرس بقى الواقعه واشوف ان فعلا ضبط معاه كذا، بس اللي ايه اللي نفعه الخطا في الاجراءات، ما كانش فيه اذن تفتيش، لكن الواقع حصلت ولا ما حصلتش؟ عشان كده بقى ايه؟ ممكن انا رغم انه بر جنائيا ممكن ادينه تاديبيا. ليه؟ لان الوظيفه العامه في حاجه اسمها كرامه الوظيفه العامه. انت برئت جنائيا ولا برئت كذا كذا ماشي، انما كرامه الوظيفه العامه دي ينبغي ان انت تحافظ عليها. ده بيقول لك ايه كمان؟ ده اثناء العمل وخارج العمل.
وخارج العمل. يعني واحد ما يجيش يقول لك ايه انا يعني الفعل حدث مني من الساعة 8 للساعة 2 اثناء الميعاد ولا لا ميعاد الوظيفة يعني. لا مش شرط يعني، لو ضبط في الليل لو ضبط في اي مكان، كرامة الوظيفة تقتضي من الموظف العام انه يلتزم باحكام الوظيفة العامة والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة والحفاظ على تقاليد الوظيفة العامة خارج العمل وداخل الايه وداخل العمل. فممكن يحصل من الموظف، ما تجيش انت بقى تقول لا، انت تسأل الراجل المحاط الموضوع ده حصل منك امتى، يقول لك ده حصل الساعة 10 بالليل، يقول له لا 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 10 انت ما عليكش حاجة، ليه انت ملزم من الساعة 8 للساعة 2. لا طبعا كلام غلط 100%. شكليا ايه شكليا يعني ايه مش حاجة شكلية. يعني احنا بنقول عليه خطأ في الاجراءات، هي خطأ في الاجراءات يعني شكلية موضوع، انما لو القاضي الجنائي بقى تناول زي ما قلت لكم موضوع الدعوة، تناول في التحقيق والموضوع نفسه هل الجريمة حصلت ولا ما حصلتش، وانتهى الى القرار بقى له وجه لإقامة الدعوة لانتفاء الجريمة او انتفاء التهمة من الاصل. لانتفاء الجريمة معناها انه اثبت هنا، ده بقى حجة قدام عينك كقاضي تأديب، اثبت ان هذا الشخص بريء جنائي خلاص. انا بقى في الحاله دي طالما بر جنائيا ما جيش احكمه تاديبيا عن ذات الفعل وادينه عن ذات الفعل، انما ممكن احكمه على اساس ايه بقى، على اساس اخر يعني غير موضوع الجريمه، غير ايه موضوع الجريمه الجنائيه. ولا يجوز ليا ان انا اناقش ما انتهى اليه الحكم الجنائي واقول لا ده القاضي الجنائي ده اخطا واتخذ انا بقى اجراء لوحدي واعيد تكييف الايه الموضوع، لا كده يبقى انا دخلت في اختصاص قاضي مختص قبل مني بتحديد عما اذا كان الفعل يشكل جريمه او لا يشكل جريمه. انما الخطا في الاجراءات يجوز. والناحيه الثانيه زي ما بقول لك كده التكييف الموضوعي، البراءه الموضوعيه براءه تاديبيه، البراءه الموضوعيه، انما البراءه الشكليه ليست حجه امام القاضي التاديب. ده بقى حاجات كتيره بيدخل فيها الاساتذه المحامين اللي انت لازم تكون فعلا دارس وفاهم وايه اللي حصل وايه اللي ما حصلش وامتى الفرق بين دي ودي، اللي هي الجريمه التاديبيه والجريمه الجنائيه ومدى ارتباط الجريمه التاديبيه بالجريمه الجنائيه. اتفضل. مين اللي يوقف التاني بقى؟ الجنائي يوقف التاديب ولا التاديب يوقف الجنائي؟ الجنائي يوقف التاديب. بمعنى انا كمحكمه تاديبيه او كنيابه حتى اداريه طالما ان الموضوع في الجنائي يبقى انا لازم انتظر، وده بيحصل في المحاكمات التاديبيه، نسال يجي المحامي يقول سعادتك الموضوع لسه في الايه في التحقيق امام النيابه العامه او في مرحله المحاكمه امام المحكمه الجنائيه. انا بقى في الحاله دي بعض المحاكم يقول لك انا ايه احيانا بتاخدوا العزه بالاسم شويه، يقول لك لا انا ايه اللي خلينا استنى القاضي الجنائي، ما هو في كل الاحوال مرتكب ايه جريمه تاديبيه، ما هو كل الاحوال اخل بكرامه الوظيفه، ما هو في كل الاحوال اخل بكذا، لكن الصح ان انا ايه ان انا انتظر الجنائي واوقف الدعوه وقف تعليقي لحين الايه لحين البت في الناحيه الجنائيه. انما لو انا خدت طريق وحكمت فيها، السؤال هل ده يبطل الحكم بتاعي؟ لا. بمعنى لو واحد دلوقتي انت عايز تطعن امام الاداريه العليا والموكل بتاعك خد حكم تاديب قبل ان ينتظر الجنائي، هل ده سبب للطعن؟ طبعا انت بتستعمله سبب للطعن كمحامي، انما اللي مستقر عليه في القضاء برضه الاداريه العليا، لان انت بتطعن عليه امام ايه؟ امام الاداريه العليا، انه ان كان الجنائي او المبدا يوقف التاديبي الا انه ما فيش نص الزامي بكده، ولكن احنا دايما بنقول ايه؟ حسن سير العدالة يقتضي ان انا ايه استنى كتأديبي لما ايه الجنائي يخلص. حسن سير العدالة للجنائي بقى والتأديب احيانا الاحوال الشخصية بتبقى تعمل ايه توقف الجنائي وتوقف التأديب. يعني لو واحد مثلا قتل ابوه ولا قتل ابنه دي جريمة اهي، ممكن المحامي الشاطر يجي قدام المحكمه يقول لك لا ده مش ابن او ده مش ابوه. طب هنثبت ليه بقى ولا مش هنثبت؟ لا هو انت بقى دخلنا في مساله ايه؟ نسب. لا طبعا.
ودخلنا مسألة النسب يبقى لازم أفصل في مسألة النسب الأول، لأنه لو طلع أن هو اللي قاتل ابنه ولا قاتل أبوه دي ما فيهاش ميراث. تمام؟ هي قتلت جوزها ولا ما قتلتوش؟ برضه لا ميراث للقاتل. الحاجات دي بقى حاجات النسب كلها بتوقف الإيه؟ توقف الاثنين مع بعض إلى أن يبت في هذه المسألة الإيه؟ المسألة الأولية. المسألة الأولية يعني دي حاجات مهمة برضه بتثور كتير أمام القضاء، لازم أنت كمحامي تبقى دارسها ومطلع عليها وعارفها كويس. يبقى دي الايه العمليه الجنائيه والعمليه التأديبيه وما يترتب عليها من السير او تحديد خط سيري. اروح المحكمه التأديبيه ولا اروح فين بالظبط؟ اتفضل. بس بسال حضرتك، الحكم الجنائي هو احنا دلوقتي بنقول ان القاتل لازم يبقى ينتظر الجنايه ينتظر يبقى الحكم النهائي مات، يعني لازم تفصل محكمه المقضي نعم او الجنحه ولا ممكن يكتفي بحكم الاداره؟ كويس، سؤال كويس بقى. وهرد عليه سؤال تاني بعد اذن حضرتك. في حاله ان صدر، لو هو عادي زي ما حضرتك قلت هو ممكن ان هو يحكم عادي. لو فصل وبعد كده جت درجه تانيه للمحكمه غيرت الحكم، انا اقدر ان انا استفاد من الحكم ده؟ ما احنا بنقول ايه بقى؟ من حسن، اتفضل، من حسن سير العداله ان انا اوقف. وهتلاقي اغلب القضاة بيعملوا كده في التأديب بالذات، نادر اللي هو ايه؟ يستعجل ويفصل. انما انا بقول ما هو اثر ذلك؟ يعني لو انا استعجلت وفصلت هل ده يبقى محل طعن امام المحكمه العليا ولا لا؟ لو انت هتطعن، هل المحكمه العليا تقول لك هنرجع بقى لايه؟ هتقول لك لا ده مش محل طعن، او الطعن بتاعه ايه؟ مرفوض. ليه؟ لان هتقول لك ان اصلا ارتباط الجريمه التأديبيه بالجريمه الجنائيه هو ارتباط لحسن سير العداله. طالما ما فيش، وانا قلت لكم الكلام ده قبل كده، ما فيش نص يلزم او يقول لك على المحكمه ان توقف الفصل في الدعوه الحين كذا، يبقى ايه؟ يبقى الاصل في الاشياء الايه؟ الجواز. طالما ما عنديش نص يلزمني بالايه؟ بالوقت. انما الحته الاولانيه اللي قلت متى يكون، ما هو الحكم او ما هو طبيعه الحكم اللي يوقف التأديبي؟ هل هو الحكم أول درجة ولا حكم تاني درجة؟ طبعا المتعارف عليه في الجنائي كله إن دايما الحكم بينفذ من إمتى سعادتك؟ بعد الاستئناف. الحكم لا، في الحكم في الجناية؟ لا، لازم حكم جنائي نهائي وبات. نهائي وبات ولا مش بات؟ زي الطعن على المحكمة في جناية قتل، وفي نفس الوقت المحكمة حالت الدعوة المدنية للمحكمة المختصة. حلو. فبيجي المحامي اللي هو حاضر في الدعوة المدنية وبيجي المحامي جلسة محددة، اسمع الحتة ده عشان برضه جلسة محددة، خلي بالكوا دي مهمة جدا. ان الحكم الجنائي، حكم الجنائي لازم لما يبقى فيه دعوة تعويض مرتبطة بالحكم الجنائي، فبتبقى محكمة الجنايات حكمت بعقوبة معينة. تم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات أمام محكمة النقض، فبتيجي دعوة التعويض مرفوعة قدام المحكمة وبيحدد لها جلسة. بيجي لحضرتك المدعي المدني بيقول له بيجيب شهادة بجدول وبيقدمها للمحكمة، بتيجي أنت حضرتك كمحامي وبتجيب شهادة من محكمة النقض بتقول إن الطعن لم يتم الحكم فيه بعد. مازال الطعن في الحكم الجنائي منظور قدام محكمة النقض. يبقى هنا الحكم الصادر بالتعويض هيوقف لحين الفصل في الطعن الصادر من المحكمة الجنائية. يبقى هنا الحكم المدني هنا هيوقف لغاية الحكم الجنائي ما يبقى يصدر، وحكم نهائي بات، وبتيجي حضرتك تجيب شهادة من الجدول التنفيذ من النيابة ويقول ان الحكم ده صدر اليوم كذا بنقض الحكم والإعادة لحاجة تانية هنرجع من جديد تاني، أو رفض الطعن، أو رفض الطعن. إذا حالة رفض الطعن يبقى الحكم أصبح نهائي في وتبقى الإجراءات بتمشي عادية جدا. يبقى هنا الجنائي بيوقف المدني. ده الجزئية، ودي بقى
في كل التعاون الجنائي بقى زي القضاء الدعوة نفس الوضع برضه. قضاء الدعوة بيبقى فيه حكم قضاء دعوة ويبقى قضاء دعوة ايه اذا كانت الجنحة بتبقى 3 سنين، اذا كانت الجناية هتبقى 5 سنين، اذا كانت محكمة الحكم الجنائي بيبقى 20 سنة. الدعوة بتسقط بعد 20 سنة في الجناية. فدي القانون حدد الدعوة الدعوة دي ايه، وفي دعوة بتفضل منظورة كده والدعوة تعود مرفوعة والمحامي عمال يأجل ويجي مرة يأجل وبعدين ترجي بحكم الغيابي. فدي بتبقى ايه يعني مش عايز اقولها لكم، مش عايزين نشتغل في دي، مش عايزين احنا محامين. وخلي بالك انت لما تبقى حاضر في دعوة مدنية، انت حاضر في دعوة مدنية مهمة جدا ومؤثرة عليك جدا، لان بتبقى دعوة قتل خطأ، دعوة قتل عمد. يعني هنا بتبقى المجنى عليه انت كمحامي تبقى حريص عليه قوي وتحاول يعني ما تعطلش في الفصل في الدعوة قوي، لان في دعوة بتقعد 5 و10 سنين وبتسقط، وفي حقوق الناس وبتروح. المحامي مش ان انا اجيب براءة او ان انا اخد القضاء دعوة، لا، المحامي ان انا اجيب حق، ان انا طالما انا عارف وواثق ان ده حق فانا يعني. ودي بتبقى اهم حاجة، خلي بالك مين الدعوة المدنية اذا كان فيها تعدي على النفس، فدي من الامور اللي احنا حريصين جدا عليها. وفي نفس الوقت في حقوق الناس بتروح، في حقوق الناس بتروح، بيفضل المحامي يقول لك استنى لما حكم الدعوه، في فرق بين لما الدعوه تنقضي والحكم يسقط. الدعوه 3 سنين، في الجنحه 3 سنين، الحكم العقوبه سقوط العقوبه 5 سنين. يبقى فرق بين الدعوه 3 سنين في الجنحه، العقوبه 5 سنين في الجنحه. الدعوه يبقى في فرق بين الدعوه وبين الايه؟ العقوبه. العقوبه اللي هو الحكم، العقوبه بتبقى 5 سنين، الدعوه 3 سنين. 3 سنين بتنقضي الدعوه العموميه، العقوبه بتسقط بمضي 5 سنوات. اذا انت اذا الحقوق العقوبه سقطت خلاص كل ما ترتب عليه انتهى، انت هترفع دعوه وتعمل بقى تاني والكلام ده كله، بس الامر في الجنايه خلص انتهى. الدعوه نفس الوقت عدت الدعوه 3 سنين على على اجراء معين، يبقى هنا الدعوه انقضاء. يقول لك ايه؟ انقضاء الدعوه العموميه بمضي المده. انقضاء الدعوه العموميه بمضي المده. القضاء الدعوة العمومية في بقى إذا كانت الواقعة 3 سنين تنقضي بمضي المدة بشرط إيه بقى؟ تنقضي ده إيه؟ الدعوة تنقضي بشرط إيه بقى؟ ألا يتخلل مدة هذه الدعوة إجراء قاطع للتقاطع. ده مهم جدا، مهم جدا. بشرط، المشرع قال كده، قال تنقضي الدعوة العمومية ومضي 3 سنوات في مواد الجنع بشرط ألا يتخللها إجراء قاطع للتقاطع. إذا تخللها إجراء قاطع للتقاطع في مدة 3 سنين قبل فوات 3 سنين بيوم، راح المحامي عمل معارضة والدعوة وعدى، كان إيه؟ كان فاضل يوم واحد وهتنقضي الدعوة بمضي المدة. هنا في إجراء قاطع للتقادم والتام على المعارضة، يبقى تعود المدة من جديد، وبالنسبة لـ3 سنين إلى اليوم دول خلاص كأن لم يكن، ونبدأ الدعوة من جديد 3 سنوات. ده بكلم عن الدعوة في الجنة. فهنا لازم نبقى احنا عارفين الكلام ده كويس قوي. الدعوة في انقضاء الدعوة في الجنحة، انقضاء الدعوة في المخالفة، سقوط العقوبة في الجنحة.
جنحة وسقوط والعقوبة في الجناية. يبقى أنا عندي ثلاثة سنين احنا بنجيبهم في التحالات بتبقى دايما يعني. حط في دماغك القضاء الدعوة بثلاث سنين. سقوط العقوبة خمس سنين. المخالفة سنة. فهنا دي لازم تبقى انت حريص عليها قوي قوي قوي. لان ممكن محامي يضيع اسرة. ممكن محامي يضيع اسرة. فعلشان كده احنا حريصين عليها. واللي عايز تقول يا استاذ. خلينا بقى لا بص كلامك حلو. لو هي برأت على بنات مزوره هي مش هتبرع على بنات مزوره عشان تبقى عارف ليه؟ لان لما نقول بتوصل محكمه النقض وخلي بالك حكم بيصدر المحكمه ويبقى فيها تزوير والكلام ده كله ده بيبقى حاله شاذه. بيبقى عندنا ايه؟ في محامين بيتهموا في جنايات قضيه تزوير بسبب توكيل متقدم من التوكيل اللي جايبه المتهم او اخو المتهم جاب توكيل مصور من البريد بيقول ان وعامل تليجراف بيقول ان تم القبض على شقيقه الساعه 12 بعد منتصف الليل واستعاروه الشرطه الى ديوان القسم بدون وجه حق. اهو تليجراف بيقول ان الشقيق المتهم تقبض عليه الساعة 12 بالظهر في الليل واستعاروه الشرطة إلى اسم قصر النيل وبدون وجه حقه ولم يضبط معه أي ممنوعات. تلغرام في مكتب البريد. هنا التلغرام ده بياخد منه شهادة من الجهة المسؤولة بمضمون التلغرام ده المحامي اللي بيعمل او اخو المتهم ويقول له في ايه التلغراف هو بيقول ان تم القبض على المتهم قبل تحريق قبل ايه اصدار اذن النيابه العامه او قبل الضبط. المهم عايز قبض الاجراء يا اما الاجراء ده اثناء صدور اذن اثناء صدور اذن النيابه من النيابه المختصه لضبط الجريمه اللي هي ايه موجوده في التحالات او التلغراف يكون صادر قبل الضبط. يبقى انا بحاول ابطل الاجراء ده كله بيبقى ايه؟ هنا تزوير بقى. بس انا بقول الكلام ده عن واقع موجود معانا لان احنا كنا في محكمه الجنايات ومحامي محترم محامي نقد والمحامي ده قدم تلغراف والتلغراف ده مزور بس هو ما يعرفش التلغراف مزور. التلغراف اللي جايبه شقيق المتهم والمحامي كدليل مقدم من شقيق المتهم فبياخد التلغراف ويعمل حافظه وبيدفع قدام المحكمه بطلان الاذن بالضبط والتفتيش لانه صدر قبل صدور اذن النيابه العامه ويقوم مقدم صوره رسميه من التلغراف. المحكمه بتاخد صوره الاصل دي من الدفاع وبتثبتها في محضر الجلسه وبتحطها ضمن الملف بتاع القضيه وبالمحامي يكمل ويترافع ويجي اخر الجلسه المحكمه تقضي له بالبراءه. طب هنا ايه العمل؟ تبدا النيابه بقى تحرك الدعوه تاخد الدعوه الدعوه الجنائيه كلها وتبدا تقول فين التلغراف المحكمه حكمت. فهنا التلغراف اللي هو ايه محل التزوير. اول ما بتجيب بتقول لك ايه المحامي اللي هو قدم التلغراف المزور فبتبدا النيابه تفرغ التحيات وتبدا تطلب المحامي وتبدا تسال المحامي. المحامي يقول الكلام ده ما حصلش انا ما اعرفش عنه حاجه
ده هم اللي ادولي التوكيل وانا اللي قدمته في الحافظه وانا ما اعرفش عنه. يبداوا يجيبوا المتهم، يتسئل المتهم، يبداوا يجيبوا شقيق المتهم، النيابه تطلب تحريات المباحث عن الواقع وظروفها والتلغراف ده جاي منين. بتوصل كله بقى بعد الاجراءات ما تتم، بتوصل للمرحله اللي هي بقى لحقيقه الواقع، ويتضح ان التوكيل اللي جه ده جه من شخص اخر تماما غير شقيق المتهم، وقال في الاخر كده ان التوقيع المنسوب صدوره للتلغراف ليس له علاقه بالاستاذ المحامي، وان التوقيع ده غير منسوب للمحامي تماما. المحامي هنا خد براءه والمتهم بيتحبس تاني، وكل من له صفه في الواقع عشان تبقوا عارفين، كل من له صفه تزوير ده بالذات، لان الدليل فيه مادي، يعني غير اي حاجه تانية كتير، اسل المخدرات كله ده إيه، انت تبدا تترافع وتبتعد وفي اجتهاد في الدليل، في اجتهاد في الدليل، لكن دليل الاسناد بالنسبه للتزوير دليل مادي لا يقبل الاجتهاد. فعشان كده بتبقى الامور بالنسبه له سهله. وانا على برضه بقول لكم خلي بالكم من دي كويس قوي، لان دي موجوده، فعلشان احنا نحاول نبعد عن الامور اللي بتحصل دي. فعلشان كده يا استاذ اللي انت بتقوله ده، ان في تزوير، انت عرفت التزوير ايه اللي تم، لكن مش في تزوير الامور تمشي، لا، والا بقى ما فيش حقيقه عوار في الكل. يعني اي واقعه ايا كانت والمحكمه اصدرت فيها حكم بالبراءه وتبين ان دليل الاسناد فيها مزور، تبدا تحل النيابه العامه، والنيابه العامه تحقق تاني من جديد، وتطلب بعد كده تحيل للمحكمه بالادله الصحيحه بالمتهمين مرتكبين الواقع. فعشان كده الامور انتوا بالنسبه لكم ده عمل المحامي. شوفوا العظمه بتاعت المحامي شكلها ايه؟ كل ده اللي بيعمله المحامي. النيابه بتعمل ايه؟ بتعمل اجراء، بتعمل اجراء، احنا اللي بنعمله، انا بنقدم بنقول فيه تزوير كذا كذا كذا. النيابه بتحيل. يعني كل ده المحامي هو البطل فيه، المحامي هو العالم فيه، المحامي هو الاديب، المحامي اللي بيعرض كل حاجه، كل حاجه المحامي. خلي بالك احنا بنقول الكلام ده لان احنا كلهم فيه. احنا في محكمه الجنايات المحامي اللي بيبدا، في محكمه الجنايات المحامي اللي بينهي، في محكمه الجنايات كل الادله اللي موجوده في الدعوه المحامي انت اللي بتعرضها، وانت اللي بتقول لا الدليل ده صح والدليل ده غلط. فعلشان كده الموضوع مهم جدا وحساس جدا، وربنا هيحاسبنا عليه جدا، بس ربنا هيحاسبنا في حاله واحده بس، ان احنا ايه؟ انت ما عليكش رقيب، انما ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب عليك بضميرك. فعلشان كده احنا اكتر علما واكتر فقها، واحنا قدام ربنا هنتحاسب، بس هنتحاسب حساب احنا هنبقى مؤمنين بيه كويس قوي. واحنا خلي بالك احنا اكتر من القضاء، هنتحاسب اكتر من القضاء، لان القضاء بيجي قدامه ورق، انت بتجيب الورق ده وانت بتجيب ما يفيد عرض صوره حيه تماما بتؤكد عدم صحه الورق اللي موجود اللي مقدماه النيابه او اي سلطه تانيه. شوف انت بتعمل ايه؟ شوف انت بتعمل. يبقى انت اكبر من القاضي، واخطر من القاضي، واقوى من القاضي، وعندك علم عن القاضي، وعندك فقه عن القاضي. فده المحاماه. ده المحاماه. فعلشان كده احنا من ايه؟ بتلاقونا حريصين جدا بالنسبه لكم. واحنا انا شخصيا وكل البشوات اللي موجودين معانا الاساتذه المحاضرين، احنا حاسين بيكم، وعندنا كده يعني احساس ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا بيكم، وعندنا احساس ان كنتم حريصين على ان انتم تمارسوا مهنه المحاماه. واحنا بناكد وبنقول لكم فعلا خليكم متمسكين وحريصين على مهنه المحاماه، لاني
اغنى رجال البلد بره وخارج وداخل البلد المحامين. محامين اغنى ناس. اشوفكم محامين. ليه بقى؟ لانك انت مالكش مرتب. وانت بتاخد اخر الشهر حاجه. وانت بتاخد بعد اسبوعين حاجه. انت اخر الشهر فيه بتاخد مبلغ محدد معين لان ده وظيفه. لكن احنا ما بناخدش مرتب. احنا بناخد ايه؟ اتعاب. بس بناخد اتعاب بتيجي عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. اللي بيبعتك رزق غيبي انت مش عارف ميعاده امتى. خالص. انت ممكن تروح دلوقتي تلاقي واحد جاي لك ظرف فيه 10,000 جنيه. فيه 50,000 جنيه. عادي. وانت رايح وعارف ان في دماغك عارف الامور مزنقه شويه. بس وبتروح تلاقي في المكتب ناس قاعده مستنياك. والله احنا عندنا قضيه كذا كذا يا استاذ خلي المبلغ ده معاك تحت الحساب يعني. هي 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 دي المحاماه. خلي بالك. فعلشان كده احنا بنقول لكم تمسكوا بيها لان احنا تمسكنا بيها وحارصين عليها وعشناها وربنا ادانا منها كل حاجه. يا ريت كده ان شاء الله احنا متفائلين بيكم. والاستاذ اللي سال سؤال خلاص احنا قلنا واللي جاي احسن. خلي بالكم بس خلي بالكم المواد الشيقه اللي احنا بنتكلم فيها ازاي؟ بنتكلم في انقضاء دعوه، في سقوط عقوبه، في تلبس، في بطلان اذن لبطلان الاجراء، وكل ده حاجات مهمه جدا. فعلشان كده احنا بقول لكم يعني ايه احنا عايز تقول ايه؟ ده اللي بيعوز اهو ده بقى اللي انا هقول فيه واللي انا مش عايز اقول فيه حاجه. خلي بالك يا سيدي حكايه دليل العذر دي. دليل العذر دي دليل مزور. مزور. استني يا استاذ. هو لما بتخش قدام المحكمه وتجيبي الاستئناف بعد الميعاد. مش كده؟ طب انت هتجيب لازم تجيب دليل عذر عشان يبقى الاستئناف مقبول. طب نفترض ان المحكمه بقى في دوائر كده. تشوف دليل عذر تقول طب اخر جلسه يا استاذ اخي يستعلموا من التقرير اللي ده هل هو تقرير صح وصادر من طبيب وموقع عليه ومضمونه صح خلاص المحكمه هتاخد بيه. طيب تبين ان الكلام ده غير صحيح والتقرير ده مزور والمحكمه استعلمت الحل بقى ايه الحل؟ عرف طب ما انا عارف ان كله شغال كده ما احنا كنا كده بس ما كناش بنعمل كده ماشي في دليل العذر صح والمحكمه بتاخد بيه وبعدين عايز اقول لك حاجه يا استاذ اصل الموضوع ده فجاه المحكمه بتبقى فاهمه ان عشان المحامي يمشي حاله وبتاع والكلام ده كله ومش هجيب دكتور كلهم يعمل تقرير فبتقول لك عادي مفيش بدل ما بيضرش حد خلاص فعلشان كده عايزك تبقى لان ممكن الدائره اللي انت بتحضر قدامها دي فجاه تيجي تصوت ده العذر لا يا استاذ المحكمه من حق المحكمه ما تاخدش بدليل العذر المحكمه بترفضه لان دي اجراء والمفروض في خلال العشر ايام بتوع المعارضه او الاستئناف ده ماليش بقى فيش حاجه اسمها دليل العذر وتلاقي المحكمه خدت دليل العذر واخر الجلسه تحكم وتقول لك لا ما فيش دليل عذر كلام محترم قوي اللي انت بتقوله بتجمع بين ثلاث حالات الحاله الاولى يعني تزوير القاضي مش مشاه والاجراء مش سليم وبعد كده برضه نفس القاضي نفس الكلام وقال لك خلاص عادي وانا عارفين ان دي كل حاجات شكليه وبتاع جه بقى الحاله الثالثه المحكمه قالت لا ده ليه انت مزور وخدت اجراءات تزوير في الدعوه طبقا للقانون ده بقى هيترتب عليه ايه؟ خلي بالك هيترتب عليه ده فعل مجرم مقدم دليل عذر وفي نفس الوقت اللي جاب منه دليل العذر شهاده بتاع الدكتور
والمحكمة والنيابة هتبدا تحيل وبعد كده تحيل ويبقى ده بقى ايه؟ ايه بقى؟ مين اللي هيبقى مضرور؟ المحامي اللي هيبقى مضرور. وخلي بالك المحامي جاي لسه يعني برعم ابيض لسه جاي المحكمة ما يعرفش حاجة. بيجي المحامي او الحاكم يقول لك يا استاذ خد دليل العرف ده واحضر القضية دي وادي النوت اهي واطلب فيها اجل شهود الاثبات او اجل القرار السابق. انت بتقوم متقدم دليل العذر والمحكمة بتاخد دليل العذر وبتاخد التوكيل لو كان بيديك توكيل وبيديك احيانا نوتة ما معكش توكيل. فانت بتحضر بتقول له يا ريس انا ما معيش نوتة ده هو بيديني النوتة دي من غير توكيل وبيقول لي المكتوب فيها ايه. المحكمة بتتحافظ على ده بقى تقول لك تعالى تاخد منك دليل العذر وما في توكيل ولا ما فيش توكيل تاخد توكيل كارنيه حضرتك وفي الاخر ده اخر الجلسه والمحكمه هتحيل للنيابه والنيابه تبدا تحقق. ويبقى هنا المحامي ضحيه في اول بدايه حياته. وخلي بالك دي بتضيع ناس كتير. فخلي ما تاخدش حاجه من حد سواء حاكم او سواء محامي اي او اي حاجه طالما انت مش موثق فيه مديك حاجه اقول له اكتب كده مقدم مني وتحت مسؤولياتي وامضي عشان لو بقى لو في حاجه يبقى هو المسؤول. اي حد ما انا ما بسميش حد اقول على العموم بيديك مستند وانت حتى عارفه اكتب كده هو يكتب بخط ايده هذا المستند مقدم مني وتحت مسؤوليتي ويقوم ماضي وحاطط رقم البطاقه بتاعه خلاص حصل حاجه وشيء. زي ما احنا بنحضر في محكمه الجنايه بيجي يجيب لنا دليل من جهه معينه نقول له اكتب بيكتب كده مقدم مني وتحت مسؤوليتي ونقدمه للمحكمه عادي. فده حاجات مهمه جدا ولازم تكونوا حريصين عليها قوي لان دي بتضيع وانت وبعدين اصل احنا بنقول ايه بقى؟ احنا لما تبقى رايحين المحكمه في الاول بتبقى يعني ايه العزه واخدانا ومبسوطين وبتاع وتعالى يا استاذ خد النوته دي احضر مكاني وبتاع والكلام ده كله لا ده مرفوض تماما. انت بتلاقي نفسك متدمر قبل ما تبدا تطلع على الدرجه الاولى من سلم المحاماه. بالاول كده فما ينفعش اي حاجه ما لكش علاقه بيها ده وتريح دماغك. انا لا هاخد نوته ولا هاخد حاجه. انا لا عايز نوته ولا عايز حاجه، لان النوته دي بتبقى ايه؟ معروفه واللي عاملها محامي وفي مشكله وفي دعوه هيروح يتنازل عنها وفي محضر صلح هيعمله والتوكيل مزور وحضرتك هتوقع وكرنيك هيتاخد وانت ما انتش طرف اصلا. انت ضيف كده عابر سبيل مالكش دعوه بحاجه تلاقي نفسك واخد 3 سنين 5 سنين والدنيا بالنسبه لك خلصت. فده ما ينفعش خالص. نوته ممنوعه، حضور عن اي حد ممنوع خالص، لان هنا الحكومه شخصيه محدش هينفعك ولا حد هينفعك. بتقولي عشان خاطر فلان ده وصاحبتي وكده، لا ده ما فيش كده، القانون ما بيقولش كده خالص. وبعدين ابداوا المحاماه صح، ابداوا المحاماه صح، وانا بقول لكم ابداوها صح، هتبداها صح، هتبدا معاك صح، هتعيشها صح، هتتعايش معاها صح، هتبقى عالم كويس قوي، هتبقى راجل مبدع، راجل مفكر المحاماه. احنا بنأكده عشان يعني اللهم بلغ اللهم فاشل، هي دي اهم حاجه، هي دي الباب اللي هنخش منه ونبدا فيه صح الى الاخر ونوصل فيه زي ما ربنا حدينا فيه ورب يدينا ربنا بيدي كل خير، او هنخش شمال ويمين ما ينفعش خالص. واحنا بنقول الكلام ده بس ايه خبره اللي احنا لغايه دلوقتي في المحاماه لغايه وقتنا هذا خالص حضرتش في نوت
ما حصلش بيني وبين اي قاضي جزئي لغايه محكمه النقض مجرد كلمه، بل بالعكس انا بحترمهم كلهم كلهم، وعلاقتي بعصابه محترمه جدا جدا جدا. الشرطه نفس الوقت، عمري من ساعه ما اشتغلت في المحاماه دي ما حصل مشكله بيني وبين ضابط شرطه ايا كان رتبته، بل بالعكس انا كنت على علاقه كويسه جدا جدا معاهم وعلاقات مع بعض كويسه جدا، وعشان كده احنا وصلنا للي احنا وصلنا بيه ده. فانا بقول لك اوعى ابدا كبير، اما بقول كده برضه يا استاذه يعني انتوا مع بعض، ابدا كبير، علاقتك لازم تبقى محترم، خلي بالك شخصيتك هي راس مالك في الحياه. شخصيتك هي راس مالك في الحياه. كبرياءك وراس مالك في الحياه. كبرياءك مش تكبر، لا. كل ما زيد كبرياءك علم وعمل وعلاقات مع الناس وتحترم الناس ربنا بيديك. واللي ربنا بيديه انت بتبقى في حياتك ناجح. اوعى تقول ان انا اطلع من هنا وهعمل بتاع واخد ايصالات امانه واضرب ايصالات امانه واعمل ايصال امانه ب 100,000 جنيه ب 500,000 جنيه واروح اعمل بمحضر عشان وتدخل نفسك في متاهه ملهاش اخر. احنا عندنا محامين محبوسين كل بس ليه؟ ما حد خلي بالك ما حدش يقدر يأذي محامي خالص. حدش يقدر يأذي محامي خالص. مهما كان. إن شاء الله يكون لسه خريج امبارح. حدش يقدر يأذيه لأن محامي معروف. محامي معروف. لقب محامي ده معروف. فعلشان كده أنت في حد بيوسوس ليك بيقول لك تعالى هنعمل كذا 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 كذا. تبص تلاقي نفسك بعد أسبوع ولا أسبوعين ثلاثة تشكيل أصحابي، أنا هرسم إزاي؟ هو بيغريك هنعمل وهنعمل وهنعمل. دي حالة، حالة تانية ممكن يعمل توكيل باسم حضرتك أو باسم حضرتك مزور. وإنه يحضر في قضية قتل خطأ أو قضية سرقة، أي قضية فيها تصارع هتحضر ومعك توكيل والتوكيل مزور، واهم حاجه التوكيل المزور، وبتبدا بالتوكيل المزور ده تحضر في كل الاجراءات وفي كل مرحله عليها الدعوه طالما التوكيل يبيع. هتعمل كده. طب انت هتعمل كده وتلاقي نفسك في يوم الناس المبني عليهم الاصليين يلاقوا يروحوا يسالوا في النيابه علشان يشوفوا القضيه بتاعتهم ايه اللي تم فيها. فبيقول لك الستين بيقول قضيه ايه؟ ده خلصت. يا عم ده لسه الاستئناف وما عملناش معارضه. قال لهم لا القضيه خلصت وادي التوكيل اهو وادي التصارع اهو وادي المحامي اللي حضر اهو. الله. الناس المبني عليهم دول اللي ما يعرفوش حاجه عن قضيتهم لانها لسه متداوله لو ان القضيه خلصت بحكم نهائي ومعارضه استئنافيه. فطبعا بيتسكتر على طول صاحب الشأن بقى بيخش على النيابه يقول لهم في كذا 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 والسكرتير بياخد الملف في الشارع حصل كذا يقول له تعالى. بيبدا بقى مين اللي حضر؟ الاستاذه فلان. التوكيل باسم مين؟ باسمها. هي اللي وقعت انا ما احضر الجلسه؟ هي اللي وقعت انا ما احضر الجلسه. الكارنيه بتاعها؟ الكارنيه بتاعها ورقمه اهو. يبقى احنا بدانا ايه؟ بالمحاميه. لغايه دلوقتي كله ده اجراء. لسه الطب الشرعي، فبعد كده يجيبوا مين؟ المتهم. يسالوه انت اللي التوكيل ده؟ يقولوا لا مش انا ما اعرفش عنه حاجه. ده مش توقيع؟ يقول لا مش توقيع. كل اللي له دور في الدعوه يتسجن. والنيابه تودي على التزييف والتزوير او طب الشرع يفحص. يفحص بالنسبه للمحامي
محمد التوقيع ده توقيع التوقيع دوت منسوب حدود المحامي غير لم يوقع عليه ولا علاقة له به تمام. لا خلصت. يجي يوصل بقى مين اللي وقع ومين الفاعل الأصلي في الواقعة دي. يلاقي الفاعل الأصلي في الواقعة دي حد تاني خالص. حد تاني خالص. أو يكون للمحامي مش توقيع. مش توقيع. يقول لك المحامي حضر وعارف ان التوكيل كذا. ويكون المحامي اللي عارف التوكيل ولا عارف حاجه وحاضر كده في حسن النيه. يقول لك لا ده انا جبت التوكيل وهو راح معايا الشهر العقاري وعملنا التوكيل وجبته له. دي كل حاجه كل ده الامور دي بتبقى بطار خطوره. فانا كده طول ما انا موجود معاكم هقول كده ومش عايز حد احنا بالنسبه لكم كده يعني هنفتخر بيكم وهنعلمكم وهتخرجوا لل سوق الحمامه. انا الاتاي اللي انا شفته النهارده اقسم بالله اللي انا شفته النهارده انا فرحان بطريقه ما حصلتش المحامي اللي انا شفتهم في محكمه النهارده اقسم بالله. وكانوا يجي خمس ست محاميات ومحامي كمان او اتنين كنا في المحكمة النهاردة. حاجة ما حصلتش. أنا فوقت جوهم وأنا مش واخد بالي منهم. فوقت جوهم جايين جاري عليا. وهم لسه في المعهد. فأنا بقول لكم اللي جاي أحسن وإن شاء الله بإذن الله يعني اللي عايز حاجة يقولها وأنا عايز برضه أقول حاجة. كل واحد عنده سؤال يقوله. مفيش سؤال. أنتوا هتطلعوا وتترفعوا. بترفعوا في قضايا مدنية وفي جنايات والكلام ده كله، لازم تبقوا فاهمين الكلام ده كويس، اللي عايز حاجة يسأل. فشكرا والسلام عليكم.